السلام عليكم. جاء في جريدة دي دبليو الألمانية باللغة الإنجليزية أن الدول الإفريقية تتطلع إلى تجسيد المشروع نتاع الغاز العابر للصحراء على امتداد 4500 كيلومتر من العاصمة دار نيجيريا ليغوس إلى الجزائر ثم إلى أوروبا عبر القنوات البحرية الموجودة حاليا. وقد جاء في هذا المقال نتاع دي دبليو الألمانية أنه المشروع هذا كان أولى الخطوات تاعو، وقيمت هذه مدة 40 سنة في 2009. ديجا كانت الفكرة وكانت أولى الاتفاقيات ان اغريمون was signed by the three gas rich countries. إذن كان فيه اتفاقية مبدئية في 2009 بين الجزائر والنيجر ونيجيريا لتوصيل الغاز نحو أوروبا عبر الصحراء الجزائرية. والمشروع الآن انضج وأصبح يعني في المراحل الأولى نتاع التجسيد، وقد تكون التكلفة تاعو حوالي 12.8 مليار أورو. إذن وسوف المشروع هذا يصدر ما قيمته 30 مليار متر مكعب في السنة نحو أوروبا، وخاصة أنه في المرحلة هذه تقررت كثير من الدول الأوروبية أن تستغني عن الغاز الروسي بسبب السياسة اللي نتاع الروس نتاع الاتحاد السوفيتي نتاع روسيا حاليا، اللي منعت من تصدير الغاز نتاعها نحو الدول الأوروبية. إذن هذا المشروع راه على حسب التعليق يعني المقال هذا أنه دول كثيرة الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، كل هذه الدول الكبيرة يعني في أوروبا اللي كانت تستورد الأغلبية الساحقة تاع الغاز تاعها من روسيا، الآن تتوجه نحو الغاز تاع نيجيريا والجزائر، وهي بصدد مساعدة وسوف تشارك في المشروع هذا ب يعني المشاركة بجلب تقنيات في نقل الغاز، وكذلك مساعدة مشاركة بالأموال نتاع يعني الاستثمارات في هذا المشروع. وكذلك هنا يقول لك باللي will have a total length about 4128 كيلومترز، يسمى 4128 كيلومتر. إذن هذا هو المشروع، هذا سوف تكون فيه شراكة جزائرية نيجيرية وكذلك مع الاتحاد الأوروبي اللي باش نكونوا يعني في الصورة. كذلك نيجيريان غوفرنمنت فوركاست سبيندينغ ا توتال اوف 20. وهنا يقول المقال انه الحكومة النيجيرية سوف تساهم بحوالي 18% من المشروع هذا، يكون يعني الاستثمار نتاع نيجيريا. وال
تريليار نيرة بيزنطين تريليار كونتي جروس دوميستيك برودكت. هذا لا يهمنا. The quarter also in Nigeria public debt increased from 39 trillion naira at the end of December 2010. بوتي نيجيريا. إذن هذا هو المشروع. وهنا كذلك نشوف أنه الجزائر هنا شوفوا الممثلين تاع الجزائر نيجر ونيجيريا وقعوا على الاتفاقيات الأولى للدخول في هذا المشروع. هنا وهذا في عند هذه الاتفاقية عند الإطار اللي اندارت ما بين هاتين الدول عندها مدة عندها شهرين. إذن هذا هو المشروع وهذا هو الخط. هنا شوفوا الخط الذي يمر عبر نيجيريا والنيجر ثم إلى الصحراء الجزائر، ثم هنا فيه عدة خطوط. الخطوط الموجودة حاليا هي هذه اللي بالأزرق ويعني الجالسي هذه نحو إيطاليا، وعندنا ميد غاز نحو إسبانيا، وعندنا هذا الخط المغاربي هذا راه حام مغلق، وكاين خط جديد عبر ليبيا جرين ستريم اوف لاين. هذا جرين ستريم اوف لاين كذلك يمر عبر ليبيا وهو قيد الدراسة بالأخضر هنا. إذن وهذه هي النقاط. هنا نشوف النقاط نتاع التوزيع نتاع الغاز في أوروبا اللي تحتاج إلى الغاز الجزائري والغاز النيجيري. إذن هذه هي الحالة نتاع المشروع هذا. هو الجديد يعني بالنسبة لليوم، يعني بالنسبة للمقال الجديد هو دخول الاتحاد الأوروبي على الخط و يعني تصريحه بمساندة المشروع هذا نتاع الغاز عبر الصحراء الجزائرية للتخلص من تبعية للغاز الروسي، لأن الروس تمادت في غرق وقف تمديدات الغاز نحو أوروبا، وخاصة الشتاء القادم سوف يكون قاسيا على الدول الأوروبية، وهذا بسبب يعني عدم انتهاء الحرب الأوكرانية اللي يعني طال أمدها، وسوف يؤثر بالضرورة على التوجهات الغازية للاتحاد الأوروبي. إذا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.